بالنسبة لي أنا اللي عملته اليوم هو على مدينة ينبع الصناعية اللي هي الملكية، تطوير الخطة الاستراتيجية على مدينة ينبع الصناعية. حددت فيها أصحاب المصلحة اللي هم الموظفين، طبعا الموظفين اللي هم القيادات واللي هم الموظفين العاديين وموظفين العقود كذلك اللي هي الشركات المقاولة، بالإضافة إلى الموردين اللي بناخذ منهم التموينات والأشياء هذه اللي بنحتاجها في سير العمل، كذلك المستثمرين واللي هم شركات الصناعات. عندنا في مدينة ينبع الصناعية شركات صناعات أساسية اللي هي أرامكو، زي أرامكو سابق، البتروكيماويات والشركات البترولية، بالإضافة إلى شركات الصناعات الثانوية زي مصانع الكابلات ومصانع الخزف والسيراميك والخشب وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أصحاب المحلات التجارية وسط المدينة بجميع فئاتها. عندنا الأجهزة الحكومية كذلك، عندنا وزارة الصناعة اللي هي الهيئة الملكية لجبل ينبع، أصبحت الآن مرتبطة فيها ارتباط مباشر، وزارة الطاقة وزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والدخل. عندنا السكان وزوار المدينة قسمناهم لفئتين اللي هم قاطني المدينة وزوار المدينة سواء للعمل أو للترفيه. توقعات أصحاب المصلحة: الموظفين، الرواتب والمكافآت، وجودة بيئة العمل، الترقيات، الحوافز الإضافية، الأمان الوظيفي، التدريب والتأهيل. بالنسبة للموردين: الاستقرار المالي والدفعات المنتظمة حسب الاتفاق وتوسع المنتجات الموردة والأرباح. الأجهزة الحكومية: توسيع الاستثمار داخل الدولة، لأن الاستثمار في مدينة ينبع الصناعية حينعكس بطريقة مباشرة على الاستثمار داخل الدولة. زيادة المنتجات المحلية، رفع الدخل القومي، الالتزام بالتعليمات والأنظمة ومقدار الضرائب الناتجة. سكان الزوار، خفض معدل البطالة، لأن الأولوية دائما تكون للعمل لمن هم من أهل المدينة نفسها، بالإضافة لجودة الحياة المعيشية، لأن هذا الشيء حينعكس على جودة الحياة داخل المدينة. المحافظة على البيئة وخلق فرص سياحية وترفيهية وخلق مناطق سكنية جديدة. كل ما زادت الاستثمارات زادت المناطق السكنية والأحياء السكنية الجديدة. المستثمرين، السماح لهم بالتوسع أكثر وأكثر، تأمين مواقع استثمارية جديدة لهم وضمان جودة الحياة لمنسوبيهم. أنا بالنسبة لي وجهة نظري دكتور، جميع فئات أصحاب المصلحة مواقفهم داعمة، لأنها تعتبر هي منظومة كاملة، الكل بيستفيد والكل تقريبا على قدر كافي من الاستفادة. فكانت من وجهة نظري أنه جميع مواقف أصحاب المصلحة كانوا داعمين. أمثلة لتضارب أصحاب العمل، عفوا، لتضارب المصالح، حطيت فئة بسيطة جدا، مثال بسيط جدا اللي هو استقطاب أصحاب الكفاءات العالية وتكليفهم بمهام قيادية. الآن عشان يطوروا الخطة الاستراتيجية لازم يحتاجوا إنهم يستقطبوا كفاءات أفضل من الكفاءات الموجودة، مع احترامنا للكفاءات الموجودة، وتكليفهم مهام قيادية. هذا الشيء هيشكل ممكن خطر على المدراء الحاليين وعلى موظفين، يعني المدراء الحاليين، من ناحية إنه أصحاب الكفاءات هياخذوا مكانهم، موظفي الشركات هيكون ممكن أصحاب الكفاءات عندهم وجهة نظر ثانية فيهم. هذه من الناحية الفئات التي تتعارض. الفئات اللي تدعم التوجه هذا السكان والزوار، حيرفع الشيء هذا في جودة الحياة بالنسبة لهم، والأجهزة الحكومية حيرفع من الناحية الاستثمارية للدولة بصفة عامة. خطة التعامل مع فئات أصحاب المصلحة: عندنا الموظفين طبعا حيتأثروا بالمنظمة من ناحية خوف المدراء على مناصبهم وخوف الموظفين من إلغاء بعض المزايا والبدلات. الموقف من المنظمة طبعا كلهم مهتمين بحكم انهم هم من داخل المنظمة، قوة التأثير طبعا عالية. الإجراءات التي يجب أن تأخذها المنظمة: عمل اختبارات للمدراء لإيضاح مدى استجابتهم للتطوير. المدير اللي يبين استجابته للتطوير ويبين استجابته لقبول هذه الخطة حيكون وضعه إن شاء الله تمام.
تطمين الموظفين بعدم إلغاء المزايا الحالية، مما قد يساعد في مساهمتهم على تنفيذ الخطة بنجاح. تعطيهم الأمان الوظيفي حيساعدوك في نجاح هذه الخطة. فتح المجال للموظفين بتقديم المبادرات التحسينية واختيار ما يخدم منها الخطة الاستراتيجية. المبادرات التحسينية في جميع المجالات طبعا. الموردين، رفع كمية التوريد للمنظمة مما سيشكل تحدي للمورد بتأمين جميع المتطلبات الإضافية. الموقف من المنظمة مهتم، القوة متوسط، الإجراءات التي يجب أن تأخذها المنظمة، البدء في حصر المتطلبات الإضافية مع التوسع والإعلان عن المناقصات الخاصة بها. المستثمرين، خلق فرص استثمارية جديدة، خلق فرص وظيفية جديدة، خلق بيئة جيدة وجودة حياة لمنسوبيهم. طبعا مهتم وعالي الإجراءات، البدء في تحديد مواقع الفرصة الاستثمارية الجديدة لطرحها ثم تخصيصها للمستثمرين، سواء السكنية أو المواقع الاستثمارية لنفس المنشآت. الأجهزة الحكومية، الحرص على رفع استثمارات الدولة، إمكانية رفع الدخل القومي والمساهمة في تخفيض البطالة وتصدير المنتجات المحلية للخارج. الموقف من المنظمة مهتم وعالي الإجراءات، تزويد الجهات الحكومية بالأهداف التي تحقق مصالحها واستقبال الآراء والاقتراحات منهم، حيفيدونا ممكن في أنظمتهم وفي في إجراءاتهم، ونستفيد وحيكون يعني نحط يدنا في يد بعض لخدمة هذه الخطة الاستراتيجية. السكان والزوار، رفع المستوى المعيشي للمدينة وتوفير الاحتياجات التي تفتقدها المدينة وخلق مواقع جديدة للترفيه. مهتم وعالي وتحديد الإجراءات، تحديد جميع الاحتياجات التي تفتقدها المدينة ودراسة مدى توفيرها. تصنيف أصحاب المصلحة حسب أولويات التعامل معهم. أنا أشوف يا دكتور إنه يعني ما عندنا شيء منخفض نهائيا إن شاء الله، عندنا الموردين والمستثمرين حيكون مرتفع، عفوا مرتفع، و نخليهم في الصورة. الموظفين والأجهزة الحكومية حيكون اهتمام خاص لهم. السكان والزوار حيكون لازم نحافظ على إرضاهم وناخذ إن شاء الله على قولهم خاطرهم، ونستفيد من احتياجات حاجتهم لتطوير المدينة. بماذا نعد أصحاب المصلحة؟ الموظفون طبعا، تحقيق الأمان الوظيفي، رفع المستوى التأهيلي والتدريبي للموظفين، واستقطاب كفاءات إدارية تسير العمل بمرونة ومهارة أكبر من السابق. الموردين، توسيع نطاق الاحتياجات وتنوعها، صرف الدفعات المستحقة في وقتها المتفق عليه. المستثمرين، خلق فرص استثمارية جديدة، خلق فرص وظيفية، خلق بيئة جيدة وجودة حياة لمنسوبهم. الأجهزة الحكومية، رفع استثمارات الدولة إن شاء الله، ومحاولة رفع الدخل القومي والمساهمة في تخفيض البطالة بخلق فرص وظيفية جراء التوسع الصناعي. بالنسبة للسكان الزوار، قلنا رفع المستوى المعيشي وتوفير احتياجات وخلق مواقع جديدة للترفيه. إجراءات التعامل مع فئات أصحاب المصلحة، الموظفين، عمل اختبارات، قلنا هذه مرينا عليها دكتور. الشخص المسؤول عن التنفيذ قطاع الموارد البشرية، متى يجب اتخاذ الإجراء قبل البدء في تنفيذ الخطة الاستراتيجية، كيفية اتخاذ الإجراء، فرز المؤهلات والسيرة الذاتية لكافة الموظفين واختيار الأكفأ منها لتكثيف التدريب، التعاون مع الجهات التدريبية لعمل اختبارات قيادية للمدراء الحاليين. بالنسبة للموظفين، فتح المجال للموظفين بتقديم المبادرات التحسينية واختيار ما يخدم منها الخطة الاستراتيجية. الشخص المسؤول طبعا قطاع التخطيط الاستراتيجي والأداء، والوقت حيكون قبل البدء في تنفيذ الخطة، كيفية اتخاذ الإجراء، إنشاء منصة داخلية للموظفين خاصة للمبادرات وتحفيز الموظفين للتقديم بها. التحفيز حيكون نشر المبادرة اللي حتكون مميزة، تكريمهم مثلا من قبل الرؤساء التنفيذيين أو مدراء الجي إم، المدراء العام. الموردين، البدء في حصر المتطلبات الإضافية والإعلان عن المناقصات الخاصة بها، المسؤول عنها طبعا إدارة العقود والمشتريات. اتخاذ الوقت حيكون أثناء تنفيذ الخطة. كيفية اتخاذ الإجراء، حيكون استقبال طلبات الاحتياجات من الإدارات والإعلان عن طرح الفرص في الموقع الرسمي الخاص بالمنظمة بالهيئة الملكية. بالنسبة للمستثمرين، البدء في تحديد مواقع الفرص الاستثمارية، المسؤول عن هذا الإجراء قطاع تشجيع الاستثمار. اتخاذ الإجراء أثناء تنفيذ الخطة الاستراتيجية، كيفية اتخاذ الإجراء، الإعلان عن طرح الفرص في الموقع الرسمي الخاص بالمنظمة. الأجهزة الحكومية، تزويد الجهة الحكومية بما يخصها من أهداف استراتيجية، يعني الشيء اللي يخص مثلا مصلحة الزكاة والدخل نرسل لهم، يعني وزارة الداخلية نرسل لهم، وزارة كل جهة حسب ما يعنيها من أهداف.
الإدارات المعنية، وكل إدارة هي مسؤولة عن الجهاز الحكومي النظيرة من الأجهزة الحكومية، اتخاذ الإجراء طبعا أثناء تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وكيفية اتخاذ الإجراء، عقد اجتماعات تعريفية ورش عمل ممكن، وأعطاهم نبذة كاملة عن هذه الأهداف. السكان والزوار، الإعلان عن رؤية المنظمة فيما يخص السكان والزوار المسؤول عن هذا الشيء إدارة الاتصال والإعلام، اتخاذ الإجراء أثناء تنفيذ الخطة الاستراتيجية والإعلان في الموقع الرسمي الخاص بالمنظمة، وفي طريقة ثانية ممكن عن طريق الكيبل التلفزيوني الخاص بإدارة مدينة ينبع الصناعية، لكن الآن ما أصبح متوفر زي السابق. شكرا لك دكتور، الله يعطيكم العافية.